السلام عليكم اخوي، والنبي هات لي كيلو اناناس يا اخوي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. مالك يا اخوي؟ مالك؟ شو اللي مزعلك؟ طبعا يا اخويا والله انا سواق محترف وكده ومعايا شاحنة، بس مش لاقي اي شركة تقبلني اشتغل معاهم او ادي لهم حمولات. وطبعا مش لاقي، مش معايا فلوس والدنيا مش حلوة معايا. والله يا اخوي، في شركة اسمها شركة حلال. مش الشركة دي الشركة السعودية؟ شركة سعودية يعني، شركة حلال دي. والله يا اخوي محتاجة سواقين لو انت عاوز تروح. والله يا اخوي بجد، طب اديني الرقم، اديني الرقم اكلمه. انا سواق وعاوز ايه، اقدم على شغل وكده. ممكن اجي اشتغل عندكم؟ الحمد لله الحمد لله، لقيت شغل الحمد لله. هروح دلوقتي الشركة ان شاء الله يقبلوني باذن الله. لا الشركة دي ان شاء الله انجح في الاختبار باذن الله. انا كده كده الشركة مش بعيدة من هنا. طبعا يا اساطير، في فيديو النهارده هنلعب لعبه محاكي الشاحنات الاوروبيه. زي ما انت شفت في العنوان، انا دلوقتي في دوله العراق في مدينه اسمها النخيب، ماشي. فاحلى تحيه لدوله العراق واحلى تحيه لكل واحد من مدينه النخيب. واضغطوا لايك للفيديو ده، اهم حاجه اللايك اساطير، عشان ان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم. انا بلعب في برومود خريطه الدول العربيه، يعني فيديو ان شاء الله اسطوري. طبعا يا اساطير، زي ما انت شايفين هي دي الشركه، هي شركه صغيره جنبها اسواق ابو محمد، تسوق من المنزل، وجنبها حلويات ومعجنات اسمها ايه؟ الطبابات، حاجة زي كده قصدي. المهم نزل بس ايه؟ السنجل. طبعا الشاحنة اللي معانا النهاردة هي شاحنة الرينو، زي ما انتم شايفين تعديل ايفوليوشن، تعديل جامد، علم فلسطين زي ما انتم شايفين، والناحية التانية علم مصر. نرجع عصتين ناخد الحمولة. طبعا الحمولة من شركة حلال. طبعا زي ما انتم شايفين يا اساطير، انا دلوقتي في النخيب في دولة العراق. طبعا احلى تحية لدولة العراق وكل اللي بيتابعني من العراق. هنمشي يا اساطير الطريق ده كله، هنوصل لمدينة معان في دولة الاردن. احلى تحية لاهل الاردن كلهم، فان شاء الله حلقة النهاردة هتعجبكم. احلى تحية للعراق والاردن وكل الدول العربية، احلى تحية لكم، احلى تحية لكل اللي بيتابعني. يلا بينا يا اساطير ننطلق. حمولة النهاردة مش كبيرة، إن شاء الله رحلة النهاردة تكون حلوة يا أساطير. نطلع بس، طبعا الدخلة دي مش هتجيبني، تبقى ضيقة أوي على الشاحنة. إيه خليني إيه، أدخل من قدام يا أساطير. ندخل من هنا يا أساطير ونلف. فيديو النهاردة مختلف، قلت اغير شويه. الحمد لله انا لقيت شركه اصلا تقبلني، كنت عاطل اساطير قاعد في البيت الفتره دي كلها. الحمد لله انا لقيت شركه بالصدفه وانا بشتري من بتاع الخضار، لقيت الشركه دي الحمد لله، يعني قال لي على الشركه دي والحمد لله. طبعا زي ما انتم شايفين علم العراق بيرفرف في الهواء ازاي، شكله جميل. طبعا ان شاء الله ناوي ازور الدول العربيه كلها دوله دوله باذن الله، حسب الدعم، حسب ما تكتبوا لي تحت في الكومنتات عاوزين نزور دولة ايه. طبعا اكتر ناس بتتابعني وبتحبني العراق والاردن. طبعا مش وريتكم برضو التعديل بتاع الشاحنة، ايه رأيكم في التعديل يا اساطير؟ تعديل كله بدون اي مودات، تعديل كله داخل اللعبة زي ما انتم شايفين. ركز بس في الطريق، انتم شايفين لوجو يورو تراك، وستار عليها لوجو الرينو، ماشي. الكلب بتاعنا وعم محمد اللي دماغه يعني هتتخلع من مكانها. وحصل شوية ازدحامات، طريق تقاطع كده، فلازم يحصل ازدحامات، او لا الطريق فيه اصلاحات قدام، حصل ازدحامات. طبعا الطريق هيقف خالص للاسف، موقفش الحمد لله، بس يا رب ايه بتاع الشحنة ما تدخلش عليا، مش عليا، عايزين ايه نوصل بدون اي حوادث. المقطورة زي الفل، مفيش أي مشاكل، نكمل طريقنا. في بنزيمة هي أساطير، ندخل نعبي ديزل، تقريبا ضيقة شوية تقريبا، يعني مش عارف دي هتدخل الشاحنة، تقريبا هتاخد الشاحنة. بنزيمة ضيقة، مش عاملين حساب الشاحنات ولا ايه؟ هنطلع الرصيف شوية بس عادي مفيش مشكلة.
بما ان الطريق ضيق، بس نقف هنا نعبي ديزل. طبعا عصافير، انا عبيت نص التانك قد الفلوس اللي معايا لغاية ما ناخد فلوس من الشركة، نوصل الحمولة دي وناخد فلوس. بس في شاحنة جاية، نستنى الشاحنة دي تطلع. مش حد جاي تاني، هنطلع. زي ما انت شايفين اساطير، نقطة التفتيش قدامنا اهي اللي هي بتاعة الحدود كده. هنخرج من دولة العراق خلاص. زي ما انت شايفين اساطير، في عساكر هنا اهو. للأسف الطريق زحمة. الشاحنة دي دخلت في الشاحنة اللي قدامها، فطبعا دول هيقعدوا ايه ساعة، فأنا لازم أتصرف عشان ما أتأخرش على الشركة، وفي نفس الوقت مش عاوز ايه أخبط الشاحنة اللي ورا. بس مفيش أي مشاكل الحمد لله، بس أنا لو استنيت دول مشاكلهم طويلة. والشاحنة بتاعتي عمالة تبطل، الشاحنة دي حساسة أوي بتبطل بسرعة. أنا لاحظت الشاحنة دي، أصل أنا سوقتها كتير. المهم يفتش العربية، واحد ما جابش معاه أي مية ولا أي حاجة. المهم خلصوا. لا الشاحنة دي شكلها هتعذبنا. اطلع الشاحنة دي، الراجل محتاج ينام بس مش وقته. ورانا رحلة طويلة، ورانا رحلة طويلة. المهم ندخل ورا الباص، مش عارف امشي ورا الاتوبيسات دي بتعمل مشاكل. بس الطريق للأسف سيد واحد، الشرطة العراقية. مش بقول لكم، لا 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 لا، أنا بحسبه سيد واحد مش سيدين. بس الحمد لله زنقنا الباص، ندخل بقى على الباص. هي في عربية قدامنا بس أنا مش شايفها بصراحة. أحاول أعدي العربية دي، أحاول دي. عايزك يا صاحب العربية أعدي، بس الحمد لله فتح لي طريق، لأن أنا لو فضلت ماشي وراهم والله العربيات دي. المملكة الأردنية الهاشمية ترحب بكم، أحلى تحية لأهل الأردن كلهم. الشاحنة اللي قدامنا دي أساطير تبع شركة سكودا كارز، بس هم كاتبينها سكوت عشان الحقوق تبعهم، طبعا عشان الحقوق وكده، فأي كاتبينها كده. دوس انتر يا أساطير. كده تقريبا خلاص نقاط التفتيش كلها خلصت. خلاص كده يا اساطير، رسميا احنا دخلنا دولة الأردن. فأحلى تحية، واللي من الأردن اساطير انزل دلوقتي يضغط لايك للمقطع. بس في مطب هنا، المطب دوت يعني ايه، لازم اخده على الأول، غير الأول. مطب شديد قوي، مطب يعني ايه، يهز الشاحنة هز كده. عمان والزرق على طول، احنا مكملين طريقنا. يافطة تاني يقول لنا عمان والزرق على طول. احنا كده ماشيين صح، مفيش اي مشكلة الحمد لله، ما عملتش اي حادث. ان شاء الله اوصل في الميعاد باذن الله يعني. وانا لغاية دلوقتي ما عملتش حوادث، مش عارف في الطريق ايه اللي هيجي لنا تاني. احنا في الدول العربية وهنا الترافيك يعني نوعا ما، يعني سواقته بسم الله ما شاء الله زي الفل، يعني سواقة لا يعلى عليها. داخلين على الغروب، في يافطة اهي مكتوب العقبة اربد المفرق، والمطار يمين. احنا عشان نروح المطار احنا هنمشي على طول، ناخد الكرك ومعان والعقبة. ايوه احنا رايحين معان، فكده طريقنا صح. خلاص يا حبيبي، احنا كده في مدينة معان في دولة الأردن، علم الأردن زي ما انتم شايفين اهو. ديسكفر كده، احنا فتحنا مدينة معان. إشارة خضراء، فهنمشي على طول. طبعا أنا مشيت ورا الباص ده هتشل العقبة أمين، بس خلينا احنا ايه، شركتنا في معان. طبعا
طبعا يا حبايبي شركة حلال اهي، شوف حد جاي، مش حد جاي، نوسع الشركة على واسع. طبعا انا مزاحم الدنيا ورايا بس معلش، طبعا هندخل نركن على طول. السلام عليكم، ازيك اصلع؟ زي ما انتم شايفين اساطير، هي دي كانت حلقه النهارده. يا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم، لو عجبتكم مش تنسوا اللايك، لو ما اشتركتش في القناه انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات الاسطوريه. اشوفكم في فيديو قادم يا اساطير، مع السلامه.